الأوزة الذهبية، حكاية من التراث الأوروبي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان ولد يدعى داملينج يعيش في مزرعة صغيرة. صباح الخير يا أخوتي. الحمد لله. كان والداه يحابيان شقيقيه نظرا لشدة ذكائهما وحسهما المرهف. أرجو المعذرة. في ذلك اليوم انطلق شقيقه الأكبر إلى الغابة لجمع الحطب. أيها الشاب، انتظر لحظة، انتظر. خبة، اسمعني جيدا، أريد منك خدمة، ما رأيك؟ طلب القزم من الشقيق الأكبر أن يسمح له بتناول طعام الغداء معه، ولكنه رفض ذلك رفضا قاطعا، ظنا منه بأن الطعام لن يكفي لاثنين. هيا اذهبون، لن أسمح لك. حسنا، سوف ترى. انتقم الرجل القزم من الشقيق الأكبر بأن جعله يضرب ساقه بالفأس. وفي اليوم التالي ذهب شقيق داملينج الثاني إلى الغابة كي يجمع الحطب، إلا أنه رفض السماح للرجل القزم بمشاركته الطعام. داملينج، هل ستذهب لجمع الحطب؟ نعم. لا شك أنه شقيقهم ثالث، سأحاول مشاركته طعام الغداء وسأرى ماذا يفعل. حسنا. هوبا. ما هذا؟ يبدو أن طعامه عادي جدا. واقترب الرجل القزم من داملينج وطلب منه بعض الطعام كما فعل سابقا. تفضل. طعام لذيذ، أعطني المزيد أرجوك. طعام جيد. أعطني. ولكن هذه حصتي. أعطني، سأخبرك شيئا، اذهب إلى تلك الشجرة واقطعها. هيا. انطلق داملينج إلى الشجرة القديمة ورفع فأسه وهوى به عليها. يا للمفاجأة، لقد خرجت إوزة ذهبية من الشجرة القديمة. يا للروعة، يا للروعة. وسرعان ما حل الظلام، فضل داملينج الطريق داخل الغابة وسقط في نوم عميق بعد ذلك اليوم الشاق. إنه لص، لقد رأى الإوزة الذهبية، ولحسن حظه لم يرى أحدا قرب الإوزة ما عدا داملينج الذي كان يغط في نوم عميق، وكانت تلك فرصة مناسبة له كي يسرق الإوزة. ما الذي حدث يا ترى؟ التصقت يد اللص في الإوزة ولم يعد باستطاعته الإفلات منها. ها هو الجندي المكلف بمطاردة اللص، لا شك أنه سعيد بالعثور عليه.
وفي اللحظة التي مد فيها الجندي يده للإمساك باللص التصقت به مباشرة. طلب الجندي واللص من الرجل الذي صادف مروره في تلك الآونة أن يحررهما من الإوزة، وكانت النتيجة أن التصقت يد الرجل بالجندي. وما العمل الآن؟ يجب على هذا الرجل الذهاب لعقد مراسم زواج هذين العروسين. أين هو القاضي؟ لقد تأخر القاضي يا حبيبتي. فعلا أين هو؟ لقد تأخر كثيرا. وأصابت الدهشة العروسين. ها هو القاضي، ها هو، انظري. لا لا تلمس. لقد فات الأوان. ما هذه الموسيقى يا ترى؟ الله، يا للصوت الشجاع. إنها فرقة المدينة، وها هي قادمة من أجل الاحتفال بزواج العروسين. ابتعدوا عنا، ابتعدوا، في تلك الأثناء كان ملك البلاد قد أعلن للناس جميعا عن حاجته لشخص يستطيع إضحاك الأميرة، لأن الأميرة لم تعرف الضحك منذ ولادتها. وكان الملك يتوق إلى رؤية الابتسامة مرتسمة على وجه ابنته، لذا وعد أن يزوجها لذلك الذي يستطيع أن يدخل الفرحة إلى قلبها ويضحكها. تقدم منها العديد من الرجال عارضين أمامها شتى الألعاب، ولكن دون جدوى. التالي، هيا التالي. إنها لا تضحك. التالي. لا تضحك، التالي، التالي، هيا. يا إلهي، ما هذا القطار العجيب؟ لقد أتى داملج إلى هنا ظنا منه أن الملك سيجد حلا مناسبا لهذه المشكلة، ولكن الملك لم يكن يعرف بالأمر. ما هذا السرب من الناس؟ شيء عجيب. سيدي أرجوك ساعدنا يا سيدي. هيا حاول أن تضحك الأميرة إذا استطعت، هيا. لم آتي إلى هنا لهذا السبب. وانفصل جميع الأشخاص عن الإوزة في الحال دون معرفة السبب، وسرعان ما اختفت الإوزة الذهبية عن المكان.
وهكذا تزوج داملينج من الأميرة. هوبا. وهكذا أصبح الفتى الكريم زوجا للأميرة. ترى إذا طلبت منه الطعام في المرة القادمة هل سيعطيني؟ لا أدري، ربما.